المقاتلات الأمريكية فاجأت الفصائل المسلحة العراقية ليلة يوم أمس بهجوم وبضربة صاروخية دقيقة للغاية. تفاصيل هذا الأمر وتطوراته تحدثت عنها وكالة رويترز بالإضافة إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان. والأمر ابتدأ وبدأ من الفصائل المسلحة العراقية التي خططت وقامت بتنفيذ هجوم من الداخل العراقي على إحدى القواعد الأمريكية الموجودة إلى شمال شرق سوريا وتحديدا في منطقة خراب الجير. وطبعا في هذه المنطقة تتواجد قاعدة مهمة للغاية ألا وهي قاعدة رميلان. هذه هي القاعدة الأمريكية التي نتحدث عنها هنا خراب الجير. والهدف الأساسي لهذه الفصائل كانت تبحث عن عملية استهداف مساكن القوات الأمريكية هنا بهذا الاتجاه من أجل إيقاع أكبر خسائر ممكنة بين القوات الأمريكية. واختارت الفصائل العراقية هذه القاعدة لبدء هجماتها على قوات التحالف الدولي بشكل عام، وذلك لأنهم نجحوا العام الماضي في مارس من تحقيق هجوم بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي، بالإضافة إلى إصابة 5 جنود أمريكيين. وفي حينها كانت هنالك ردة فعل كبيرة من القوات الأمريكية، لكن ردة الفعل كانت موجودة في الداخل السوري، وعلى هذا الأساس نفذوا هذا الهجوم. لكن أيضا تنفيذ الهجوم كان من داخل العراق. من أين يا ترى؟ هو جاء من الموصل، من شمال غرب الموصل تقريبا، من بلدة زمار. وهذه هي البلدة التي سنراها الآن بحسب وكالة رويترز، هذا هو الذي وثقته، بأنها جاءت من هذه المنطقة تحديدا وبشكل أدق من شمال غرب زمار، هنا من هذه القرى تحديدا، قرى مهمة للغاية مرتبطة بطريق واحد وهي قرية بردية وكذلك حمد آغا. وهذه هي قرية بردية وهذه هي حمد آغا، وكان عملية الهجوم والإطلاق الصاروخي حاضرة من حمد آغا تحديدا من هذه النقطة. بحسب شهود العيان الموجودين في هذه القرية أكدوا بأن عملية إطلاق الصواريخ كانت حاضرة من هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس وفي ظل كل هذه المعلومات التي تحدثنا عنها الآن نستطيع معرفة كيف جاءت هذه الأمور وكيف تطورت بالنسبة للقوات الأمريكية وكذلك بالنسبة للفصائل المسلحة، بالنسبة للقاعدة التي تحدثنا عنها هي موجودة هنا تقريبا، وبالنسبة للفصائل المسلحة وضعت نفسها في هذه المنطقة التي تعتبر نوعا ما قريبة بالنسبة لها. المسافة كلها لا تبعد إلا ما يقارب 39 كيلومترا، وهذه مسافة تمكنت الفصائل المسلحة في السابق من تحقيق حتى أبعد منها، وذلك من خلال استخدام الصواريخ أو صواريخ الجراد. هي كافية لهم لتحقيق ما هو مطلوب بالنسبة لهذه الفصائل المسلحة. الذي جرى أن الفصائل قامت بتحريك عربة أو عجلة دخلت إلى هذه المنطقة، إلى بردية وإلى حمد آغا، عجلة محملة بالصواريخ، ب5 صواريخ تحديدا. قاموا بتوقيت هذه الصواريخ وانسحبوا طبعا وتركوا هذه العجلة لكي لا تكون هنالك ردة فعل من خلالها يقتل عدد من عناصرهم أو يتم إلقاء القبض عليهم. ولكن قبل ذلك أعدوا طائرة مسيرة أيضا للقيام بالهجوم على قاعدة رميلان، وفعلا جاءت طائرة المسيرة وهاجمت هذه القاعدة، لكن المنظومات الدفاعية الموجودة في القاعدة تمكنت من التصدي لهذه الطائرة وتدميرها بالكامل. وهذا هو الذي استنفر الطائرات الأمريكية بشكل عام وجعل المقاتلات الأمريكية تدخل المنطقة لتبحث عن مصدر إطلاق النار ولجمع المعلومات. وهنا بدأت العربة بإطلاق أو العجلة المحملة بالصواريخ بإطلاق الصواريخ، وتمكنت من إطلاق صاروخين في بادئ الأمر. واحدة من هذه الصواريخ على الأقل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تمكنت من إصابة القاعدة بشكل مباشر، ولكن طبعا بعد ذلك تمكنت المقاتلات الأمريكية ومقاتلة أمريكية في حقيقة الأمر من ضرب هذه العجلة وتدميرها بالكامل. الهجوم بشكل عام بالنسبة للفصائل المسلحة لم يؤدي إلى أي قتلى أو أي جرحى بين المقاتلين الأمريكيين، كما تحدث التحالف الدولي بتصريحات للصحفيين. حتى البنتاغون، كانت هنالك مصادر لفوكس نيوز نقلت عن البنتاغون أكدوا بأن ليس هنالك أي قتلى وأي جرحى، ولكن الهجوم فعلا قد تم بهذه الطريقة. وما هو مثير بهذا الأمر، كانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة هذا الهجوم الصاروخي لهذه الفصائل المسلحة. ظهرت فيه أولا أنهم استمعوا، طبعا نقلت هذه المقاطع من قبل الوور ووتش وعدد من المصادر المحلية والموجودة في هذه القرية تحديدا في حمد آغا، وظهرت
ظهرت طبعا اللقطات بهذا الشكل بعد أن استمعوا أو سمعوا صوت الصاروخ الأول وهو ينطلق، بدأوا بالتصوير وبالتالي هذا الصاروخ الثاني، وبعدها جاءت المقاتلات الأمريكية لتضرب هذه العجلة وتدمرها، وبعدها تطايرت الصواريخ المتبقية في العجلة، هنا صاروخين والصاروخ الآخر سيظهر بهذا الشكل، وتسمعون الطائرات المقاتلة وهي تحلق وتحوم في هذه المنطقة، يوضح لك بأنها فعلا قد ضربت. أيضا صورة المقاتلات تصبح أكثر وضوحا من هذه الزاوية التي يتم فيها هذا التصوير، ستلاحظ هنا لحظة الضربة وصواريخ أو صوت المقاتلات حاضر وبقوة في هذه النقطة. كذلك أن روسيا اليوم أكدت أن مقاتلة أمريكية هي التي قامت بضرب هذه العجلة، وحتى وكالة عين الفرات وحتى وكالة رويترز أكدت هذه الضربة الأمريكية التي تأتي في إطار الدفاع عن النفس بسبب رغبة الفصائل بالقيام بهذا الهجوم بهذا الشكل. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، لا أبدا، بل اليوم كنا أمام أنباء قد نقلتها أيضا وكالة رويترز بهجوم جاء على قوات التحالف أو مستشارية التحالف الدولية المتواجدين في قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة هاجمت هذه القاعدة، لا قتلى ولا جرحى. مراسل الشرقية في داخل سوريا تحدث بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران بدأت بالتحرك في الميادين وكذلك في دير الزور للإعداد لتحقيق هجمات باتجاه القواعد الأمريكية إلى شرق نهر الفرات. نتحدث عن قاعدة حقل العمر النفطي وقاعدة كونيكو، وتحدثنا الآن عن قاعدة رميلان والهجوم الذي تعرضت له، وبالتالي هذا يعني بأن الأبواب مفتوحة أيضا للهجوم على قاعدة التنف. بالتالي الفصائل العراقية المتمثلة بالمقاومة الإسلامية في العراق تحديدا هي تريد من الممكن أن تهاجم قاعدة التنف، تهاجم الآن قاعدة كذلك عين الأسد التي يتواجد فيها عدد قليل من مستشارية التحالف الدولي، وكذلك تهاجم قاعدة رميلان. بالتالي النار قد اشتعلت بوجه قوات التحالف الدولي مرة أخرى بعد توقف لإطلاق النار منذ فبراير، طبعا تقريبا من هذا العام توقف كل شيء، ولكن ها هي تعود وتعود بعد تغريدة صادرة من المرشد الأعلى الإيراني الذي ذكر وقال بشكل واضح توكلوا على الله. لاحظ التوقيت لهذه التغريدة في الساعة 6:18 والهجوم الذي بدأت به الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق تحديدا هي بدأت بهذه العملية في الساعة 9:30 من مساء يوم أمس، أي بعد تقريبا 3 ساعات، وبدأت بهذه الهجمات تظهر بهذا الشكل، وشهدنا الهجوم على قاعدة عين الأسد أيضا، ومن الممكن أن تزداد في الفترة القادمة. وهذا يأتي بعد أن تعرضت إيران إلى ضربة من قبل إسرائيل لم ترد على هذه الضربة، كذلك أن الهجوم الذي نفذته على العمق الإسرائيلي بدأ يعرضها للكثير من الضغوط. هنالك تشريعات كثيرة في الكونغرس الأمريكي بدأت بالتحرك من أجل مساندة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية هائلة على الإيرانيين، وكذلك أيضا في نفس الوقت بأن إيران أيضا بدأت تتعرض إلى ضغوط الآن من أوروبا، أوروبا تحديدا بحسب بلومبرغ تحدثت بأن ألمانيا والسويد الآن بدأت بالتحرك من أجل وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل. وأيضا في نفس الوقت أن الفصائل المسلحة أو قبل الفصائل المسلحة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد الشيع السوداني كان قد عاد إلى العراق بعد زيارة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، وعاد وليس هنالك أي تاريخ محدد أو اتفاق محدد عن تاريخ وموعد معين لانسحاب قوات التحالف الدولي، وهذا هو الذي كانت تنتظره الفصائل المسلحة، لم تتحصل على إجابة حول تقليل أعداد قوات التحالف الدولي أو انسحاب بها، وهو أمر لم يعجب هذه الفصائل المسلحة بعد انتهاء هذه الزيارة، وكذلك لم يعجب إيران لأن إيران تريد أيضا خروج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وأيضا أن هذه الفصائل المسلحة يجب أن لا ننسى تعرضت إلى هجوم مؤخرا في محافظة بابل إلى شرق المسيب وكذلك جنوب شرق جرف الصخر على إحدى النقاط الموجودة ومخازن الأسلحة الخاصة بها بضربة يعتقد بأنها إسرائيلية، وجاءت التأكيدات من عدد من المصادر الإسرائيلية مثل All Israel News التي تحدثت ونقلت عن مصدر استخباري أمريكي بأن إسرائيل هاجمت العراق وألحقت أضرارا جسيمة بقاعدة يستخدمها
فصيل تابع لإيران، مما يؤكد فعلا أن إسرائيل كانت خلف هذه العملية ولم يكن حادثا عاديا أبدا، بل أن الصاروخ الذي استخدم يعتقد من خلال الأشلاء التي عرضت أثناء زيارة الموقع والتقاط الصور من قبل المسؤولين هناك طبعا من العراقيين والمقاتلين، وجدوا بأن هذه الأشلاء هي مقاربة ومتقاربة تماما ومتطابقة مع صاروخ أمريكي. من الممكن أن يكون بيف واي 5 من صناعة أمريكية تمتلكه إسرائيل، ممكن أن تكون قد استخدمته في هذه العملية. وعلى هذا الأساس طبعا بالنسبة لإيران الآن بدأت تفعل الكثير من الأوراق الخاصة بها من أجل فرض الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية، على مستشاريها الموجودين في العراق وقواتها الموجودة في سوريا، لأنها ببساطة كما تحدثنا تريد خروج القوات الأمريكية بشكل عام، وكذلك تريد أيضا إبقاء الضغوط عالية أيضا على الخليج العربي بشكل عام ودول الخليج العربي، وأيضا تقوية الفصائل الخاصة بها أو التابعة لها في اليمن. ونتحدث هنا عن جماعة الحوثي، لأن جماعة الحوثي حققت الكثير من النجاحات في عملية الإطباق ومحاصرة مضيق باب المندب، هي مستمرة حتى هذه اللحظة بهذا الإطباق وبفعالية عالية للغاية، وهي بدأت تحاول من توسيع وجودها في البحر الأحمر ونفوذها بشكل عام. وصدق أو لا تصدق، إيران تعمل بشكل مكثف ومستمر لإرسال طائراتها المسيرة وتحديدا مهاجر 6 إلى السودان، نعم إلى السودان، إلى الحكومة السودانية من أجل دعمها ضد قوات الرد السريع التي تحقق، وهنالك اشتباكات كثيرة بينها وبين هذه القوات والقوات السودانية. شيئا فشيئا بدأت تحقق بعض التقدم والمكتسبات أو المكاسب على الأرض ضد قوات الرد السريع. وهنا إيران بدأت ترسل العديد من الشحنات منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، بدأت ترسل شحنات بالطائرات المسيرة، وقد وصلت فعلا، نتحدث عن رحلتين في ديسمبر من العام الماضي، 4 رحلات في شهر يناير، أي على الأقل في شهر يناير طبعا من هذا العام، أي على الأقل نحن أمام 6 رحلات مما لاحظناه من عملية تكثيف من الجانب الإيراني للنفوذ طبعا في السودان، وذلك من أجل أن يكون هنالك لهم في نهاية المطاف نفوذا على البحر الأحمر في السودان والحصول على ميناء أو على الأقل وصول سفينة إيرانية لكي تكون متواجدة هنا مع هذا التعاون العسكري المتزايد في هذه المنطقة. ولو لاحظنا هنا واحدة من التسجيلات الخاصة بهذه الطائرات الإيرانية، تظهر لك هذه الطائرة وهي حلقت من السودان مؤخرا تحديدا في شهر يناير، وهي حلقت بهذا الشكل وعادت إلى إيران بعد أن كانت قادمة من إيران، تحديدا حلقت من بندر عباس إلى السودان، ومن ثم عادت من السودان إلى كرمان وتحديدا إلى طهران، 6 رحلات كما تحدثنا. وهذه المسألة وثقتها طبعا The National كما ترونها هنا، هي التي ذكرت هذه المسألة بأن إيران تلعب أدوارا كبيرة في إرسال الطائرات المسيرة إلى الجانب السوداني، وكذلك كانت هنالك صور للأقمار الصينية توثق في شهر يناير، في 9 من يناير من هذا العام الطائرات المسيرة الإيرانية موجودة على الأرض السودانية. ولاحظ إذا ما اقتربنا هنا ستلاحظ بأننا أمام مهاجر 6. بالتالي بالنسبة لإيران هي تحاول من زيادة نفوذها وقدرتها وقوتها، ولا تريد أن تشعر بالضغط، تشعر بالضغط ستحرك الجميع، ستحرك أوراقها من أجل الضغط بشكل أكبر ومن أجل إبقاء قوتها ونفوذها كمسألة حقيقية في وجه الولايات المتحدة الأمريكية بل حتى إسرائيل.